أتذكر عندما كنت في الابتدائي قبل عصر الانترنت والفيسبوك والأونلاين تشالنجز، انتشر تحدي غبي بين الأطفال في مدرستي: استخدم ضفر إصبعك وحك أنفك حتى تلتهب بشرتك وتبقى علامة سوداء كخط على طول أنفك. عندما نقول لفظة لعبة، فكثير منا يتبادر إلى ذهنه مفهوم اللعب الإلكترونية بمعناها الحديث، برنامج أو أبليكيشن في الهاتف الذكي أو الحاسوب ننصبها على جهاز بمجموعة ردود آلية مبرمجة مسبقا. لكن لعبة في عبارة لعبة الحوت الأزرق لا تحمل هذا المعنى المعاصر، بل المعنى التقليدي، لعبة بين أشخاص حقيقيين. لهذا ارتبك الناس وسارعوا للبحث عنها في متاجر الألعاب الرقمية البلاي ستورز، سواء للوقاية من هذا الخطر المحدق أو لأنهم أطفال فضوليون. ارتباك جماعي، مثل الارتباك الذي حصل في قصة هذا ثوب ذهبي، لا هذا ثوب أزرق. بمجرد وضع النموذجين بجانب بعضهما تتضح الصورة. لعبة الحوت الأزرق الحقيقية بدأت كتحدي challenge، مثل تحدي أكل ملعقة القرفة أو تحدي دلو الماء البارد. ليست برنامجا ولا أبليكيشن، بل مجموعة أشخاص يتحدون بعضهم للقيام بأفعال معينة ذات طبيعة مزعجة أو مخيفة أو خطيرة. فيليب بوداكن المتهم بصناعة اللعبة لم يبرمج لعبة، بل وضع قواعدها التي يتبعها المشاركون. يتواصل هؤلاء الأشخاص عبر أي موقع اجتماعي، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، أو كما في الحالات الأولى المسجلة موقع التواصل الاجتماعي الآسيوي VK. لهذا فحتى تلعب لعبة الحوت الأزرق الأمر ليس سهلا، عليك إيجاد مجموعة أشخاص مختلين عقليا وفارغين شغل ينتشون بمثل هذه التحديات المريضة، كما أن عليك أن تكون مريضا مثلهم لتصغي لهم. مبرمجو الألعاب خبثاء، ورأوا الارتباك كفرصة لصنع ألعاب تحمل كلمات المفتاحية الشهيرة بلو ويل لتحقيق كسب سريع. اطلاع خاطف على العناوين الموجودة في البلاي ستور سيجعلك تدرك سخافة الموقف ككل. الألعاب تحت المسمى المذكور لا علاقة لها بالانتحار، لا من قريب ولا من بعيد، إلا إذا كنا نتكلم عن الملل القاتل الذي تسببه. وحتى لو وجدت أبليكيشن فعلية فهي لا تتجاوز كونها لعبة رعب. ربما هذا مفهوم غريب على مجتمع يأخذ لعبا مثل تشارلي وماري على محمل الجد ويربطها بالجن. لمن لا يعلم فهناك ألعاب رعب هدفها المتعة تماما مثل أفلام الرعب، فهل يجب أن نعتبر هذه الأفلام تهديدا أيضا؟ تذكرون حالة الإغماء التي تسببت فيها هاتان اللعبتان؟ الأمر مشابه لمثال الحوت الأزرق. هل تسبب شبح تشارلي أو مريم في تلك الأعراض؟ لا، عقول أطفال هشة وهي ضحية سهلة للإيحاء والانهيارات العصبية نتيجة الخوف غير المنطقي. الأكثر سخافة هو التالي: كثيرون حملوا ألعابا على أنها هي لعبة الانتحار، وبالرغم من التضارب الواضح بين ما رأوه في نشرات الأخبار وما وجدوه داخل اللعبة، لم تحدثهم عقولهم بأن هناك سوء تفاهم أو أن هناك احتمال ربما اللعبة التي حملوها لا تهدف إلى الوصول بالمستخدم إلى الانتحار يطمح، واستمروا في الوهم الجماعي. لا تتفاجأوا إذا جاءكم أحدهم قائلا: أنا مجهد، لعبت لعبة الحوت الأزرق وتحديتها وراني حي. الآيروني والكرينج يجتمعان في آن واحد. مثال عن هؤلاء العباقرة، هذا الشخص الذي سجل فيديو وهو يلعب نسخة من الحوت الأزرق صممها أمريكيون لمحاربة الانتحار، وقدمها هو للناس على أنها لعبة الحوت الأزرق الخطيرة. بعد مشاهدة هذا شعرت أن أملي في البشرية نقص منه النصف. الأمر فعلا غريب ويستحق الدراسة. القنوات الجزائرية كلها تعاملت مع الأمر بضحالة وزادت الطين بلة. الجميع يركضون في كل الاتجاهات فزع دون فهم ولا وعي، حتى المصدر الإعلامي أي جي بلس عربي انضم إلى سيمفونية الجهل. كرروا كلهم نفس المعلومات الخاطئة. قناة شروق بالذات بلغت مستوى آخر من الغباء. لقد استضافوا خبير تكنولوجيا روسي ليدلي بدلوه، وبالرغم من ذلك استمروا في نفس سياق الأخطاء المفاهيمية عن كون اللعبة مبرمجة وتحمل وتنصب ثم يتدخل فيها عامل بشري لاحقا في المراحل الأخيرة، وكل هذا خطأ. الشروق لم تتوقف هناك، بل هي تحاول التفوق على النهار في فن التمحمير بعرض برنامج تحت عنوان لعبة تحدي الحوت الأزرق الحقيقة الكاملة، حلقة مليئة بالحمق وقصر النظر الكاملين. في هذا البرنامج عرضوا فيديو على أنه ذو محتوى خطير. هناك أيضا بعد بعض الفيديوهات من هذه اللعبة والتي تحمل موسيقى خاصة تتلاعب بمشاعر الأطفال. سنقوم بعرض ثواني فقط من هذه الموسيقى، وطلبت من الزملاء في غرفة التحكم أن يقوموا بعرض الصور في هذه الشاشة وليس في شاشة التلفزيون بحوالي 50 ثانية. نعم، ما
الموسيقى التي قدموها على أنها تؤثر على الإنسان وتدفعه إلى الإكتئاب هي أغنية الرابر دارك لافيل باسم دارك لايت، يمكنكم إيجادها في اليوتيوب، صدرت في 2014، والفيديو المصاحب لها مأخوذ من فيديو أغنية أخرى اسمها ستيريو من طرف المغنية إيميلي نيكولاس. الآن أريدكم أن تأخذوا بضع ثوان لفهم عمق هوة الجهل التي نقف على حافتها. جايب لنا دي تاكسيور وكوافوز باش يحلون ظاهرة سخيفة بتفسيرات أسخف. سؤالي هو، ما الذي سيقولونه لو شاهدوا حلقة من مسلسل سالاد فينجرز؟ المصادر الإعلامية خاصة قناة الغروب والحمار تي في لا هدف لها سوى السبق الصحفي مع إهمال أي إعمال للعقل أو البحث. أعتقد أنني فصلت في مسألة أصل اللعبة وكونها تدور بين أشخاص حقيقيين ومرضى يتحدون بعضهم، لكن فقط بهدف التأكيد لنطلع على الأشكال التي يمكن أن يظهر بها الحوت الأزرق. الشكل الأول هو كلعبة إلكترونية تحمل وتنصب وتلعب كتفاعل بين المستخدم وبرنامج ردود، والأغبياء وضعوا لها احتمالين، أولهما أنها 100% مبرمجة، وثانيهما هو أنها تبدأ كبرنامج ثم يتدخل فيها عنصر بشري كمشرف يخاطب اللاعب. النوعان مستحيلا الوجود، لأن البلاي ستور فيه regulations أي مراجعات طبقا لقوانين تمنع نشر ألعاب ذات محتوى ضار، ولأنه لو وجدت في مصادر أخرى لتسربت لنا صور عما يجري داخلها، كما أن لا أحد فوق الكرة الفيسبوكية قدم صورة لواجهة هذه اللعبة. ثم إن فرضية أنها نصف مبرمجة ونصف مسيرة من طرف مشرف يشبه منطق وين رهودنك يجحى. من الأسهل على المشرف أن يتجاوز الخطوة ليخاطب اللاعب مباشرة. فوق هذا كله فعلى هذا المشرف أن يكون مبرمجا خبيرا ويتكلم العربية حتى يكسر حاجز اللغة بينه وبين الأطفال الجزائريين، وهذا كله يؤول الاستحالة. الشكل الثاني هو بوتس أي آلي محادثة مبرمج بردود معدة مسبقا، ولأن الردود غبية جدا ولا يمكن لها أن تدير محادثات معقدة لمدة 50 يوم فخطورتها ضئيلة تؤول إلى العدم، خاصة مع طلبات تصوير الجراح التي تلحقها الضحية بنفسها كأدلة على نجاح التحدي. لكن لا يمكننا أن نستهين بمخيلة الأطفال الشاسعة التي يمكنها تعويض ذلك وجعل آلي المحادثة خطيرا مجددا. الشكل الثالث هو صور، فيديوز، منشورات، مواقع تحتوي على خطوات لعبة الحوت الأزرق 50، وهذا خطير لأن الأطفال قد يؤدونها دون إرشاد من مشرف ولا لعبة مبرمجة بل من تلقاء أنفسهم. الشكل الرابع هو وجود مشرف حقيقي يتحدث مع الضحايا، وأنا هنا أستخدم لفظة مشرف بشكل فضفاض لأن مشرفي تحدي الحوت الأزرق الأصلية في روسيا مثلا منظمون ويخططون بخبث، أما هنا فمن أشير إليهم كمشرفين ليسوا إلا أوغادا يعتقدون أن الأمر لعبة ولا يهتمون بسلامة لدى الناس، يتصلون بالضحايا ويرعبونهم ويحاولون التأثير عليهم بسبب ضعف أذهانهم اليافعة، وهذا يعني أن الأمن سيستطيع تتبع هؤلاء الدماسز وإيجادهم. بحثت عن اللعبة الإلكترونية في كل المصادر الممكنة وما وجدته هو مجموعة ألعاب عادية في المتاجر الإلكترونية لا تحث على الانتحار مطلقا، وأشخاص سفالة أغبياء في الفيسبوك أتوقع أن تغلق الإدارة حساباتهم، ومجموعة عبيطة ولعبة محاكاة لشخص يلعب تحدي الحوت الأزرق، وبوتس أي أليو محادثات بالذكاء الاصطناعي في الفيسبوك، لكن فيسبوك أوقف المحادثة قبل أن تبدأ لحمايتي، وبالرغم من ذلك أنا متأكد من أن لا وزن لها إلا عند بسطاء العقول. تحدي الحوت الأزرق الحقيقي يقع ضحيته مراهقون ذو ميول انتحارية أو شخصيات ضعيفة جدا، هم أصلا بحثوا بوعي عن مجموعة شباب أو مراهقين يشاركونهم يأسهم من الحياة في الوسائط الاجتماعية، كل ما كانوا يحتاجونه هو دفعة من الإقناع أو الترهيب، وهذا ما يمكن استنتاجه من بعض الحالات الموثقة في دول آسيا التي تعرضت للظاهرة قبلنا. أنا لا أستبعد أن نفس الأسباب قد تتكرر في حالات الانتحار الجزائرية، خاصة إذا كانت أعمارهم تتجاوز 15، سن يتكون فيه بعض الإدراك والوعي والمعارف التي إذا اجتمعت مع الاكتئاب أو الخوف من التهديدات ومع اللعبة دنيئة قد تؤدي بهم فعلا إلى الانتحار. لكن المعطيات غير كافية عندي حتى أجزم، خاصة وأن أولياء الضحايا أشاروا إلى استقرار أبنائهم نفسيا. ما يمكنني أن أضيفه كفرضية هو أن الطريقة التي يقتل بها الحوت الأزرق في الجزائر هي مزيج بين ضغط الأقران، قوة الإيحاء والفضول وعدم إدراك العواقب. كل ما يحصل ببساطة هو أن موجة الأخبار والإشاعات أغرقت الساحة، والأطفال بطبيعتهم فضوليون وعنيدون ولا يحتاجون إلى أبليكيشن، وقد لا يحتاجون إلى شخص يقودهم عبر الخطوات، حتى يكفي أن يعرفوا هم الخطوات حتى يقوموا بها لوحدهم، يكفي أن يقرؤوها فقط في نص أو صورة أو فيديو أو يسمعوا عنها، ليس لأن عندهم ميول انتحارية بل لأنهم يعتقدون أن الأمر لعبة وإثبات للذات، لا يفهمون أن الموت نهاية لا يوجد زر ريست بعدها.
حسب المعطيات التي قدمتها عائلات الضحايا فهم لم يكونوا مضطربين نفسيا بشكل يجعلنا نستنتج أنهم على وشك الإضرار بالنفس أو الانتحار. الأمر يشبه ما يحصل مثلا عندما يشاهد الطفل سوبرمان في التلفاز فيقرر تجربة الطيران فيسقط من سطح منزله. في حالة كهذه هل يمكننا أن نسمي الأمر انتحارا فعليا؟ لا على الإطلاق. الحلول قصيرة النظر وعديمة الفائدة هي حجب أو حظر الحوت الأزرق من المتجر الإلكتروني، ببساطة لأن الألعاب المعنونة بالحوت الأزرق المتوفرة بعيدة عن الشائعات التي تحدثنا عنها، ومنه فلا يتوفر أي سبب قانوني حتى يقوم جوجل أو غيره بحذفها. وحتى إن حذفت فالحوت الأزرق ما زال موجودا في الأذهان بكل غموضه الجذاب. الحلول الحقيقية سهلة: مراقبة الكلمات المفتاحية التي يستخدمها الأطفال في الإنترنت، مراقبة مع من يتواصلون خاصة الغرباء، إبقاء الأطفال على مقربة لمعرفة اهتماماتهم ومخاوفهم وحالتهم النفسية، ملء أوقاتهم بأنشطة مفيدة وممتعة، إبعاد الأطفال عن المجموعات السرية في الفيسبوك، هذا لحمايتهم من الحوت الأزرق كلعبة يديرها مشرفون بشر. أما بخصوص الأبليكيشنز، شخصيا أنصح بأن يلعب الوالدان هذه الألعاب الإلكترونية مع أولادهم حتى ينزعوا عنها هالة الغموض ويحولوها إلى نكت وضحك، بدل أن تبقى صورتها في أدمغتهم على أنها حقيقية أو أن لها سلطة عليهم. وعلى الأولياء أن يتذكروا أن كل ممنوع مرغوب. الهنود اللي نضلوا نضحكوا عليهم عندما تعرضوا لنفس مشكلتنا وصلوا إلى استنتاجات أكثر منطقية، فقد أدركوا أن الحل هو تتبع محادثات الضحايا مع مشرفي الحوت الأزرق إذا وجدوا، مع أن الأمر قد يكون صعبا لوجود طرق لإخفاء الأثر. في البرازيل صنعوا لعبة مضادة وأسموها الحوت الوردي، تدور حول الأنشطة والمشاعر الإيجابية، وصنعوا تحدي آخر اسمه تحدي يونس، استلهاما من قصة سيدنا يونس عليه السلام الذي نجا من بطن الحوت. إبداع. ما أريد أن أوصله هو أن الحوت الأزرق ليس القاتل الحقيقي بل الجهل. الجزائر تحمل مخزونا لا يستهان به من الجهل الممزوج بعقلية القطيع وتصديق الشائعات والخرافات. هذا الخليط يجعل من السهل على أي شيء أن يتحول إلى أزمة تحصد الضحايا وتسبب أضرار. عندنا أولياء لا يفهمون أبنائهم، وبين الجيلين هو كبير من الاختلافات والتباينات في مستوى فهم التكنولوجيا. عندنا إعلام في شدة الغباء والسخافة لا يملك من صفة الصحافة إلا الاسم، يساعد في نشر الجهل والأخطاء بدل محاولة فهم المشكلة بتريث وهدوء. عندنا مسؤولون لا يعلمون كيفية إدارة الأزمات ولا يأتون إلا بأنصاف حلول. وزيرة الاتصال هدى فرعون أتت بحل عبقري أعجبني شخصيا، وهو منع الأطفال من دخول فيسبوك، وأنا سعيد بهذا لأنه يعني أن الأطفال من هذا النوع سيختفون. كما أن عندنا سفهاء لم يقصروا وربطوا دون تأخير الحوت الأزرق بالماسونية وبالسحر والشعوذة والجن. ثم عندنا هذا النوع من الاستنباطات المبدعة. God damn it. Anyway, this was the strange intellectual. Don't be strangers. سلام.